اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا جدا في عالم التجميل والجلد، في عالم التجميل والشعر، في عالم التجميل عموما. هتفهموا النهارده افكار جديده، هتفهموا بعض المبادئ المهمه جدا العالم كله دلوقتي بيبص لها، اللي غيرت من مفاهيم كانت ثابته في عالم الجلديه والتجميل. بس قبل ما ابدا كلامي عايز اقول لكم اخطر ما يمكن في عالم التجميل هو التهور، ان حضرتك تتهوري. ارجوكم يا جماعه، والكلام ده بعيد عن مواضيعنا لكن لازم انبه ليه، مفيش حاجه اسمها اروح مركز مش مركز، مكان اللي موجودين فيه لهم اطباء ولا لهم علاقه بالطب خالص، ومسمين نفسهم كلينيك، والبجاحه لابسين بلاطي بيضه. ما هو مفيش قانون يمنع اي حد يلبس بلطو ابيض على فكره، بس ده نصيبه. طب يا حضرتك دكتوره؟ لا مش دكتور، وشغاله بتشتغل حقن للفيلر والبوتوكس، النتائج كارثيه. ودكاتره التجميل دلوقتي العيادات بتاعتهم بتشتغل على الحالات اللي ده راحت للاماكن دي حقنت. طبعا ليه كارثيه؟ اولا اللي بيحقن ده هو مش فاهم بيحقن فين، لانه مش دكتور، ومش فاهم بيحقن قد ايه لانه مش دكتور، ومش مهم عنده الماده اللي هيحقنها ديت هل هي براند ولا حاجه موثوق فيها، وهو لانه مش دكتور هي مش فارقه معاه، هو فارق معاه حاجه واحده بس، بيكسب ياخد فلوس. طب هو الدكاتره يعني ما بيفرق مع الدكاتره، بس الدكاتره عندهم حاجه مهمه جدا اتربوا عليها اسمها السمعه. اول حاجه الدكتور بيفكر فيها ايا كان فين هو، في الصعيد، في اسكندريه، في بحري، في القاهره، بيفكر في سمعته الاول. لازم اعمل الحاجه اللي تضمن لي السمعه كويسه، وثم ما افكر في اي حاجه تانية بعد كده. حقه حقه يا باشا، لان هو اتربى على كده من ايام ما كان في الكليه، في من سنه اولى خايف يجيب نمره وحشه لسمعته في الكليه تبقى وحشه، في سنه خمسه خايف ما يجيبش امتياز عشان سمعته بين زمايله يتضايق، في الامتياز خايف يرتكب غلط عشان ما يقولوش عليه في الاستقبال انه دكتور امتياز. ايه لما تعين واشتغل نفس الكلام. فخلي بالكم من هذه النقاط ارجوكم، لان الطب هو المهنه الوحيده اللي بيدخل فيها في دخلاء. ما بشوفش دخلاء في مهندسين المعمار، ما بشوفش، ولو ان في كل حاجه فيها دخلاء، ما بشوفش دخلاء في المحامين، لا في دخلاء في المحامين، يا ده الخيبه السود، ده في كل حاجه في الدنيا في دخلاء، بس الدخلاء في الطب شيء خطير، خطير جدا. خلينا نرحب بضيفتي العزيزه النهارده، اسم متميز للغايه في عالم التجميل، هتمتعني بحوارات ممتعه وانتقالات لمحطات كتيره، وزي ما قلت لكم عنواننا النهارده هتفاجئوا بكل الجديد، بالافكار والكونسبت الجديده. خلي بالكم من المعنى ده هتفهموه النهارده مع ضيفتي، زي ما قلت لكم نجمه في عالم الجلديه والتجميل، طبعا ضيفتي العزيزه الدكتور هديل جهاد، اخصائي الامراض الجلديه وتجميل الوجه والليزر، طبعا بكالوريوس طبي جامعه عين شمس، وصاحبه الماجستير من الكليه الملكيه البريطانيه للطب والجراحه، وعضو الكليه الملكيه البريطانيه للطب والجراحه، عضو الجمعيه الامريكيه للليزر، والاسم المتميز للغايه صاحبه الجهد المتميز. اهلا بيك دكتور. اهلا بيك. قبل ما ندخل كلامنا حاسس ان انت وافقتي على كلامنا قلت ده اكيد. يعني ده اكيد، لان بقينا نشوف الموضوع ده كتير قوي، بقى فيه فعلا دخلاء كتير جدا، وللاسف يعني الناس بقت ساعات ممكن تفاصل في السعر، فهي بتروح للارخص بغض النظر عن ايه. طب ما فكرتوش للحظه ليه ارخص؟ مش عشان ما فيش كفاءه، علشان جوده المنتج مش قد كده، عشان ما فيش خبره. ايفن حتى ممكن يبقى دكتور بس لسه ما عندوش خبره، لسه بيتعلم في وشوش الناس. الخبره ليها ثمن، ليها كل حاجه. فاعتقد ان بيبقى العيب اكتر على اللي بيسترخصوا في حاجه مش هشتري جهاز وهيبوظ فهرميه، لا ده حاجه في وشي، حاجه في جسمي ممكن تسبب اذى دائم. فيعني للاسف ناخد بالنا من الموضوع ده فعلا، بلاش تهور. ثقافه الناس لسه في حاجات فيها مش واضحه، يعني في ناس بتتلخبط ما بين الفيلر والبوتوكس لغايه دلوقتي، بقعد في قعدات بلاقيهم بيلخبطوا، كتير يكلموني على العكس كتير طبعا.
لحد النهاردة شيء أساسي إن لما حد بيبقى جاي لأول مرة إن لازم أشرح إيه الفرق بين البوتوكس والفيلر، لأن هما مادتين مختلفين تماماً وكل واحدة ليها استخدامات مختلفة. يعني مثلاً مادة البوتوكس هو بيبقى بروتين، مادة بنستخدمها علشان نرخي العضلات التعبيرية، بتستخدم لأجزاء معينة في الوش علشان ما يحصلش فيها الخطوط التعبيرية اللي بتحصل على مدى الزمن وبنسميها بعد كده تجاعيد. فإحنا بنمنع من الأساس حدوث التجاعيد، وعشان كده دايما بنقول يفضل ان احنا نستخدم بدري قبل ما تتحفر الخطوط التعبيرية دي وتبقى علاجها بعد كده أصعب أو ما يديناش النتائج اللي احنا عايزين نوصل لها. أما مادة الفيلر فهو من اسمه فيلر يعني تعبئة، فده بيبقى مادة هيالورونيك أسيد بنستخدمها علشان نملأ أو نصلح أو نبني تصليحات في الوش محتاجين إن احنا نديله جمال بيها. فده برضو بيبقى ليه أماكن تانية، بيبقى ليه عيانين تانيين استخدامات مختلفة، ده مادة وده مادة تانية خالص. فلازم ان انا اشرح النقطه دي لاي حد جاي لاول مره ويعرف يعني ايه ده ويعني ايه ده، وده بيعالج ايه وده نتايجه ايه واللي هيفضل مده قد ايه وكل حاجه. انقلب زي ما بيقولوا مفاهيم كتيره حول الفيلر والبوتوكس، بقى في جديد في افكار حوالين الفيلر طبعاً. من قديم الأزل بنشوف الناس اللي وشها مليان على الآخر، شفايفها مليان على الآخر، نقول هو الفيلر بيستخدم في كده وبس. لا، هو الموضوع مش كده خالص. دلوقتي بقى احنا بنبص للوش كله كمنظومة، بنبص للعيوب بتاعت الوش، بنحاول ان احنا نوصل لصورة ما فيش مثالية طبعا لكن شبه مثالية، او المقاييس الجمالية المعترف بيها او متفق عليها، بحيث ان احنا بنصلح عيوب الوش مش مجرد ان احنا بنملى ونكبر ونضخم وخلاص. يعني على سبيل المثال بنات صغيرين، وما بنتكلمش دلوقتي في سن، احنا بنتكلم في بنت صغيره عندها مشكله في مناخيرها طول عمرها مسببه لها مشكله ومسببه لها ازمه نفسيه وعايزه طول الوقت انها تعمل عمليه او تداريها او لا، بقى الموضوع الحل بسيط جدا في جلسه واحده. احنا بنقدر نصلح شكل الانف بالفيلر، مع انه اسمه فيلر هو بيعبي، لا احنا مش بنكبر، احنا بنصلح شكل الانف والاعوجاج اللي فيه، حتى بنقدر نرفع التب بتاعت المناخير الطرف لو نازل لتحت سواء الفيلر او الخيوط، والنتيجه بتبقى بنشوفها في ساعتها من غير بقى عمليات من غير اي حاجه، بنقدر ان احنا نتحكم في مدى التصليح اللي احنا عايزينه. يعني نقدر ان احنا مثلا نعمله على جلستين بحيث ان احنا بنحقن دلوقتي ونشوف النتيجه النهائيه، عايزين نزود حاجه بسيطه، عايزين نظبط حاجه تانية، بنقدر ان احنا نعمل ده في جلسه تانية. ومش المريضه بقى، هي مش المريضه، هي البنوته بتخرج تمارس حياتها عادي جدا من غير ما هتحط اي شاش ولا اي حاجه على مناخيرها، وبتروح شغلها وبتروح كليتها وبتروح كل حته من غير اي مشكله، زي ما احنا شايفين ستات ورجاله طبعا. طبعا. لان هو الموضوع بقى ان احنا بنعالج عيوب، مش مجرد ان احنا هنملى وهنحقن وخلاص، وده بيأثر في نفسيتها بعد كده. مش قادره اقول لك بتبقى فرحتها قد ايه المره اللي بعديها وهي جايه تقول لي انا حياتي اتغيرت وبقيت مبسوطه بشكلي، بقيت بحب اتصور، بقيت احب احط صورتي في الموبايل، وشي في الموبايل، واخد لنفسي صوره بعد ما كانت بتستخبى من كل الكاميرات ومن كل حاجه. فده بيفرق في نفسيتهم جدا. ومش لازم نستنى ان هي لما تكبر وخلاص تبقى احلى سنين عمرها راحت في الحاله النفسيه دي علشان نبتدي نصلح مشكله، وما فيهوش اي خطوره طبعا مهما كان السن ايه. طبعا ما بنحقنش الاطفال ولا يعني من بعد 18 سنه بنبتدي ان احنا نتكلم في الموضوع ده، لكن السل هو ما فيهوش اي خطوره، بيروح بعد فتره، حبينا نكرره تاني تمام، ما حبيناش نكرره ما فيش اي خطوره. لان من ضمن الاشاعات اللي طالعه ان وانس ان احنا حطينا فيلر مره فاحنا ملزمين طول العمر ان احنا نمشي عليه، لان هيحصل تهدل وهيحصل كلام غريب جدا بسمعه وده ملوش اي علاقه بالحقيقه. لا، الفيلر وانس راح هو بيبقى الموضوع احسن من ما كانت، مش عايزه تحطه تاني براحتها، عايزه تحطه تاني عشان كانت حابه شكلها، فده برضو براحتها. الفيلر في الفتره الاخيره قدم صيحات في الفك،
بشكل جيد جدا، وبقى ده موضه وترند، وفي بنات كتير شكلهم حلو فعلا بس اتعمل صح. لازم تعمل صح مش تعمل غلط. في برضو رجاله كتير استفادوا من الموضوع، كان فيهم عيوب كتيره في الفك، بقينا احنا وبتوع الاسنان بنكمل شغل بعض. لان كتير قوي من البنات بيبقى عندهم تقدم في السنان او بروز في السنان، فده بيبقى عامل لهم مشكله خصوصا من منطقه البروفيل، وبيبقى كمان مطلع لهم منطقه الدبل شين او اللغد، وهي ما عندهاش لغد لكن الفك قصير قوي متراجع ورا البق، فمديها دايما منظر ان السنان مقدمه ان عندها لغد، ما فيش اي تحديد لمنظر الفك، بيبقى دايما حاسه ان هي وشها قصير. بقينا بنصلح ده من غير ما تلجأ بقى العمليات في الفك وتكسر وتمد والحاجات دي، لان طبعا دي عمليه خطيره. بقينا بمجرد قاعده واحده احنا بنقدر ان احنا نحدد الفك، نبرز الدقن بحيث ان هي تبقى على نفس سوى الشفايف او بارزه سنه بسيطه. برضو الاوفر دوينج مش حلو، بيخلي الشكل والملامح ما تبقاش حلوه، ما افورش يعني طبعا. ففي ساعتها بنبص نلاقي اللغد راح، مع ان احنا ما جيناش ناحيته، احنا مجرد ان احنا طولنا مسافه الفك، فكل الجلد اللي كان ملموم في الحته دي وعامل لغد وعامل لها دبل شن مضايقاها ما بقاش موجود في ساعتها. ابتدينا نرسم الانجل بتاعه الفك، فبقى فكها محدد من الجنب ومن قدام، هي شكلها اختلف تماما. وبالنسبه للرجاله طبعا ده من معالم الجمال ان الراجل يبقى الفك بتاعه بالظبط، ان الفك يبقى محدد. يعني النجوم العالميين السبب شهرتهم سواء بقى سوبرمان، براد بيت، كل ده عشان الفك المحدد بتاعهم، توم كروز والمجموعه دي كلها. فالرجاله برضو بيعملوه، مش في ناس فعلا بيبقى الدقن متراجعه جدا، مبينه لغد، مبينه الرقبه موصوله بالوش على طول، ما فيش اي فاصل بينهم. بنبتدي ان احنا نوضح ملامحهم، نبين ملامحهم بشكل طبيعي وشكل ما حدش هيقدر يقول عليه ان في مشكله. هروح للشعر بقى. الشعر ليه الشعر محطه للراجل والست؟ الشعر مشاكله كترت الفتره الاخيره، الكورونا عملت تاثير في الشعر سلبي من ناحيه مباشره ومن ناحيه غير مباشره، يعني من ناحيه الستريس ومن ناحيه الفاسكونستريكشن او المايكرو امبوليزم، فبقى في شعر بيقع. طبعا اخد الادويه بتاعت الكورونا نفسها بتوقع الشعر. ده اكيد ده اكيد ده ستريس على الجسم طبعا عالي جدا، بلس الستريس النفسي. يعني سيبك من حد اوريدي عي او حصل له مشكله، انت مجرد ان هو قاعد قلقان وشغله مش شغال وي 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 وي، ده ستريس غير طبيعي. فيعني اول حاجه بيبتدي يهاجمها الجسم الشعر، انا مش فاضيله دلوقتي، مش هديله غذاء، مش هعبره، انا عندي حاجات تانية اهم. طب هو شعر الجلد بيطنشهم، هو دول يا عيني الشعر والجلد هم العالم الثالث بتاع الجسم. مش عارفين يعني ايه العالم الثالث؟ في عالم اول مخ وقلب، وفي عالم ثاني كبد وكلى وحاجات ثانيه، وفي عالم ثالث بقى ورابع، ده العالم لما الرابع. لما يبقى عندي فائض ابقى اهتم بيهم وابص لهم. فطبعا هو الجلد والشعر طبعا من اوائل الحاجات بتفرق على طول. والموضوع بقى كل مدى السن بيبقى اصغر، ونبص نلاقي بنات واولاد في سن صغير ابتدى ان الشعر يقع، طبعا ده بيبتدي يسبب مشكله نفسيه غير طبيعيه، فيقع اكتر، فنبقى دايما داخلين في السايكل دي. المشكله اللي بقابلها دايما ان الموضوع ده بقى له عندك قد ايه؟ سنتين ثلاثة، لا كتير، يمكن من 5 6 سنين. طب ساكتين ليه؟ طب خدتي أي علاج؟ لا عملت وصفات وحطيت ماسكات وحطيت زيوت. طب رحتي للدكتور خدتي علاج؟ لا أصل أنا عارفة إنه هيرجع تاني. عرفتي منين الكلام ده؟ أنت لو خدتي العلاج صح ومنعنا الأسباب صح، أنت ممكن المشكلة أساسا يكون ليها مصدر هرموني أو مصدر مرضي عندك، فلازم إن يتاخد العلاج صح، نمنع أساس المشكلة، هيروح الموضوع. لكن إن أنت اعتبرتي خلاص إن ملهوش علاج وقررتي إن أنت تستخدمي الوصفات الطبيعية، وبعدين والنتيجة جاية لي متأخر بعد ما أوريدي كان حصل دامج كبير، يا قدرنا يا نعالجه كله يا جزء منه، بس يعني ما ينفعش، كل ما كنا بدري كل ما كنا احسن. طبعا تساقط الشعر
بنقابله كتير قوي، زي ما قلت لك في حالات بتبقى مجرد الستريس، وفي حاجات بتبقى أكتر من كده شوية، بيبقى داخل فيها العامل الوراثي، بيبقى داخل فيها عامل هرموني، فبنبتدي ندور على الأسباب. وطبعا علاج ده بيبقى غير علاج ده طبعا. أصعبهم يمكن بيبقى اللي داخل فيه العامل الوراثي، فبنبتدي نفهم المريض من الاول او المريضه، لان الصلع الوراثي بيصيب البنات. بس يعني انا ما بحبش كلمه الصلع وراثي للبنات، بقول عامل وراثي علشان كلمه وقعها صدمه بالزبط. بس هي في الكتب الطبيه هو اسمه كده، يعني هم ما قروهاش فما استصدمهمش. بنهون عليهم وبنقول ان هو عامل وراثي. والله انا فعلا انا معاكي ومتفق معاكي طبعا جدا، بس احنا بقالنا كتير قوي نقول سلام. كلمه ثقيله، كلمه واقعها النفسي اساسا عمره ما هيخليها تتعالج. انت عارفه انا عرفت قيمه العلاج لما قابلت ناس عندها المشكله ديت وهم قاعدين انهيار عصبي. طبعا طبعا انهيار عصبي طبعا. انا هصلع انا، ويبتدي يجي في ذهنها بقى الستات الكبار الصلع اللي ما فيش شعر، فبتبتدي تنهار نفسيا لدرجه انها ممكن يعني تيأس وما تاخدش العلاج، وتبتدي ايه تدور وهي لسه مثلا في اول مرحله تدور على زراعه شعر. فلا لسه بدري قوي يعني، والعلاج بيجيب نتيجه. محتاج استمراريه، محتاج ان احنا نبقى طول الوقت بناخد علاج، مش يوميا بس، هيبقى روتين في حياتنا، زي ما روتين بتغسلي شعرك، زي ما روتين بتعملي حاجات كتير، هيبقى في روتين ان انت بتمنعي العامل الوراثي ان هو ياخد الابر هاند. من ضمن الحاجات اللي دايما بحبها للبيشنتس ملهاش سايد افكت زي بقيه المنتجات اللي في موضوع العامل الوراثي ده بالذات، الامبولات، ويمكن بالذات بتاعت شركه اتراكتا، لان لقيت ان فيها بتجيب افكت من غير سايد افكت، وفي نفس الوقت سهله في الاستخدام، ويمكن اول شهر البيشنت بتبتدي تشوف نتيجه فعلا، فبتستمر على العلاج. ريسبكتبل ماتيريال حقيقه، يعني ده حقيقي. عندهم فكر علمي جيد جدا، بيبنوا شغلهم على اسلوب علمي مش اسلوب كوميرشال. فالامبول دي مفيده جدا للشعر جدا فعلا، بتجيب نتائج. اللطيف فيها كمان ان اسعارها افوردبل للبنات العاديين، الطلبه اللي في الجامعه اللي هتجيبوا من مصروفها. الشعب المصري، الشعب المصري معظمه عنده مشاكل، لانها هتستمر عليه مده طويله مدى الحياه، يعني ممكن بتستمر فترة وممكن بنكمل بعد كده بالسيرم بتاع الفروة الراس، فبيكمل الدور بحيث ان بيبقى استخدامه أسهل، أو معاها على طول ما بيبقاش فيه أي مشكلة. أنا بدأت أفهم الناس ان لازم يكون معاهم شنطة باستمرار فيها محتويات احتياجات طبية طبعا، من ضمنها حاجات الشعر. يعني لما أحط أنا أتركت مثلا ري فورس أمبول معاي، استخدمت شويه غيرته بسيره ماشي، بس معايا في الشنطه. ده حقيقي. بدل ما بحط حاجات ملهاش قيمه، احط الشنطه دي تخدمني دايما، سافرت رحت جيت في الشغل، طولت في الشغل عشان ما انساش. يعني ده المفروض اللي هو يحصل. وفعلا لما حد بيلتزم بده لا النتائج بتبقى هايله. وموضوع بقى ان الشعر بيقع ونبتدي ندور على زراعه شعر والكلام ده، يا بيتاجل سنين يا اما ممكن ما بيبقاش محتاج ليه. بلس كمان ان ممكن بندخل معاه حاجات تسرع الافكت، زي بقى الجلسات اللي في العيادات بتبقى البي ار بي مثلا، البي ار بي، الميزوثيرابي، الجروس فاكتورز، كل دي بقت دلوقتي بتؤدي لنتيجه هايله، وبقى في علاج. ده اللي عايزين نوصله للناس، ان في علاج، فما نيأسي وما نبتديش نسيب الدنيا وخلاص، اصل انا بابا كان كده فانا بقى خلاص استسلمت للامر الواقع. لا بابا كان كده عشان كان في زمن وما فيش علاج وما فيش طرق اخرى، لكن دلوقتي في علاج وفي طرق اخرى. ايه الفرق بين مثلا الريفورس امبول اتراكت مثلا والسيرم؟ يعني الناس مش فاهمه الفرق بين السيرم. هو السيرم بتاع اتراكتا، لا هو سيرم، سيرم السيرم بتاع اتراكتا هو مش سيرم زي المتعارف عليه اللي هو بيتحط على الهير شافت، لا هو سيرم لفروه الراس. حلو. فهو بيتحط على فروه الراس نفسها مش على الشعرايه زي السيرم التصفيف او كده. بالظبط كده. هو الفكره ان هو بيساعد على الماء البصيله تاني، بينشط الدوره الدمويه بحيث ان بيوصل غذاء احسن للشعرايه، فهو علاج لتساقط الشعر. حلو قوي. مش لمظهر الشعر، يعني في السيرمز اللي هي بتاعت بس الاثنين ماتيريال، الاثنين ماتيريال مائيه.
اه ده مائي جدا مش مائي. زيتي نهائي مش اويل خالص. هو ما بيسيبش ما بيعملش تزييت على الشعر. البنت محجبه او مش محجبه تقدر تستخدمه بشكل يومي ما فيش اي مشكله. وفي نفس الوقت ما بينشفش الشعر، لان دي كمان مشكله مع معظم السبريهات او السكالب سيرم، ان هي بتنشف الشعر فتبتدي تبطل تستخدمه عشان شعري نشف. لا، هو ملهوش تاثير على ده خالص، بل بالعكس يعني ما بتحسش ان في حاجه اكتر من شعرها فعلا ابتدى يتحسن. بيبقى تكمله لكورس العلاج، ان يعني ما بنبقاش نصلح من ناحيه، ومن الناحيه الثانيه احنا بنستخدم شامبو رديء او سيء الصنع او فيه كيماويات كتير. لا، احنا بنستخدم شامبو يساعد معانا في العلاج، ان هو بينظف فروه الراس كويس، بينشط الدوره الدمويه، ما فيهوش كيماويات او حاجات تضر الشعريه. فلما احط له السيروم او الامبولز يبقى الفروه مجهزه ومستعده ان هي تاخد اكبر كميه وتدينا احسن افكت. لكن برضو خلينا نتفق ان فكره ان الشامبو بس هو علاج لتساقط الشعر، لا، دي فكره غلط. لان تيجي تقول لي انا بعالج شعري انا بستخدم شامبو الفلاني، لا، هو الشامبو وسيله لغسيل الشعر، الهدف منها تجهيز فروه الراس وانه ما يضرش الشعريه، بس لازم نستخدم تريتمنت بعديها. وعجبني قوي كلمه ريفورس، فاكره ريفورس، ريفورس يعني اعاده تقويه. فهو يعني مش مجرد ان هو هيقوي سترينثنينج، لا، هو بيعيد له القوه من اول وجديد. هو فعلا بيعمل بيتعامل مع المشكله، فعلا بيتعامل مع المشكله بمواجهه. ده حقيقه. قولي لي بقى تلغراف مسج تحبي تبعتيها لمرضاك. نقي الموضوع، نقي السبجكت، وجهها لهم. ممكن تكون في صوره نصيحه، في صوره تعزير، في صوره خطاب. يعني نفسي اوجه لهم رساله، نفسي يعني اوكي، حلو من السوشيال ميديا ان هي بتفتح عينينا على حاجات وعلى مواضيع كتير، بس ما ينفعش ان هي تبقى المصدر الوحيد لمعلوماتنا ويبقى ثقتنا فيها اكتر من ثقه ناس دارسين وعايشين وعندهم خبره وبيمارسوا ده. ما ينفعش ان ناخد كلام ناس بيقولوا اراء او اشاعات ان هو ده مصدق ومسلم بيه. اسالوا اهل الخبره، ما ينفعش اهل الخبره يبقى ناس احنا مش شايفينهم، مش عارفين مين دول ولا ايه امكانياتهم ولا بيعملوا ايه في الحياه، لان بناء على ده بنضر نفسنا كتير وبناخد افكار غلط كتير. فارجوكم ارجوكم اسالوا اهل الخبره. انت نورتيني وابدعتي، يعني نورتي حتت كتيره قوي وابدعتي فيها، وكان حوارك بصراحه صريح جدا وواضح جدا في الفيلر والبوتوكس وفي الخيوط والشعر، في كل اللي لازم الناس تراعيه تاخد بالها منه. فحوار ممتع للغايه، الدعوه مفتوحه، وسعيد جدا بوجودك معانا النهارده، واتمنى ان احنا نستمتع بهذه الحواريه في لقاءات قادمه، لانه في حاجات كثيره بقى انا عايز اكلمك في حاجات كثيره بعد الفيلر والبوتوكس. عايزين نتكلم على حاجات التجميليه الثانيه، الجلد نفسه، النضاره، طب الجفون، طب الانتفاخات، طب عشان خاطري بقى نشوف حلقات للشعر ثاني، عشان الشعر في عنده مشاكل كثيره قوي. ده اكيد. فانا مفيش حد ما عندوش مشاكل في الشعر. الشعر هو اساسا لوحده ينفع برنامج. ده حقيقي، ده حقيقي. ضيفتي العزيزة، الاسم المتميز للغاية، واحدة من نجوم عالم الجلدية، دكتورة هديل جهات، أخصائي الأمراض الجلدية وتجميل الوجه والليزر، بكالوريوس طب من كلية طب جامعة عين شمس، وماجستير الكلية الملكية البريطانية للطب والجراحة، وعضو الجمعية الملكية البريطانية للطب والجراحة والجمعية الأمريكية للليزر. كانت ضيفتي في واحدة من حلقاتنا الممتعة ذات الشعبية أكيد الكبيرة جدا. لا يعلو شعبية عن الجمال، ولا يعلو شعبية عن الشعر. عندما يكون الحوار في الشعر، وقف يا عم ما تقلبش، خلينا بنشوف ستات ورجالة، شابات وميدل ايج والكبار شوية، كله بيخاف على شعره، كله بيقلق وبيحزن. الست بالذات شعر فقد عندها حزن قد يصل لمرحلة مخيفة للغاية. أرجوكم قبل ما نمشي ما تسلمش ودنك أبدا لغير الأطباء ولا لغير المحترفين، النتيجة هتبقى وخيمة للغاية. خليكم مع الناس الحلوة.